موجز الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر، مرحبا بكم. طالب مجلس الشعب بسحب السفير المصري من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة ودعوة الدول العربية إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية مع إسرائيل. جاء ذلك في بيان أعدته لجنة الشؤون العربية ووافق عليه المجلس احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. طرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب ووقف تصدير الغاز المصري لهذا الكيان وتجميد العمل باتفاقية الكويت وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية. ثالثا، تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما يمكن هذا الشعب من الصمود أمام كل. كما أرجأ مجلس الشعب موافقته النهائية على مشروع قانون بزيادة تعويضات أسر شهداء الثورة إلى 100,000 جنيه لجلسة أخرى بناء على طلب نواب من حزب الحرية والعدالة لتدارك إمكانية إضافة أي تعديلات عليه. وأقر المجلس في جلسته اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة المتعلقة بمشروع القانون، كما ناقش الأعضاء تداعيات انتشار مرض الحمى القلاعية على الفلاحين وأسواق اللحوم. وفي شأن برلماني آخر، وافقت اللجنة العامة لمجلس الشورى على استمرار رؤساء التحرير الحاليين للصحف القومية في مواقعهم لحين صدور قرار المجلس باختيار رؤساء التحرير لدورة جديدة. وكلفت اللجنة العامة لجنة الثقافة والإعلام ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والمالية وتنمية القوى البشرية بدراسة معايير وضوابط الاختيار. ومن ناحية أخرى، وافقت اللجنة العامة على استمرار التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لحين صدور قرار المجلس بالتشكيل الجديد. قام حمدين صباح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بزيارة لمجلس الشعب مساء اليوم، حيث التقى برئيس المجلس ووكيليه. وصرح صباحي أن الزيارة جاءت بهدف تحقيق الشروط الثلاثة للترشح، وهي جمع 30 توقيعا من نواب البرلمان و30,000 توكيل من المواطنين، إضافة إلى حقه في الترشح عن حزب الكرامة. وقال صباحي إنه لم يحصل على توقيعات النواب، لكنه طرح طلبه عليهم وسيترك لهم فترة للتفكير في الأمر. أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أكد أنه لم يتلقى أي اتصالات من أي جهة للتفاوض حول التنازل للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة. وأعرب العوا عن تمسكه بخوض الانتخابات وقال إنه لن يتنازل عن الترشح لأحد. كان حزب الوسط قد أعلن عن تشكيل لجنة للتفاوض مع العوا وأبو الفتوح لإقناع أحدهما بالتنازل للآخر بعدما وصفه الحزب بالإجراءات شديدة التعقيد في انتخابات الرئاسة. تشهد محافظة الوادي الجديد حالة من التوتر الأمني عقب تعرض اللواء طارق مهدي محافظ الوادي الجديد لإطلاق نار أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة خطوط السكة الحديد، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبط سيارة تحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر دون ضبط المتهمين. وفي رد فعل على هجوم المحافظ، قام عناصر من التشكيل العصابي بمهاجمة قرية صنعاء التابعة لمركز الخرجة، مما أدى إلى مقتل وإصابة سيدتين. وللمزيد من التفاصيل معي على الهاتف الصحفي ماهر أبو النور. ماهر، بداية، ما هو الوضع الآن بالقرية؟ نعم سوزان، الأوضاع الأمنية حاليا استقرت وهدأت قليلا بعد أن توقف التشكيل العصابي من إطلاق النيران الكثيفة على مداخل وعلى المناطق المحيطة بالقرية والتي يستخدمون فيها أسلحة ثقيلة على مدى يصل ل3 كيلومترات.
والتي أثناء هذا الإطلاق أصيبت سيدة وكانت برفقة زوجها، وتم نقلها لمستشفى الخارج العام وهي الآن ترقد بعد أن تم جراحة لها وحالتها مستقرة. والآن تستعد قوات مشتركة من الجيش والشرطة التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد في حملة مكثفة من أجل التعامل مع تلك التشكيلات العصابية التي كانت متمركزة في نقط داخل الصحراء بالقرب من قرى صنعاء والكويت وفلسطين، وهي قرى على الظهير الصحراوي بين الخرجة وبريد. ولكن اعتقد انهم يتحركون وكلما تاخر الوقت كلما تمكنت تلك العناصر من التحرك والتوغل في المناطق الصحراويه التي يدرسونها جيدا ويتمكنون من التحرك فيها بسهوله، حتى ان الشرطه تعطلت بالفعل اثناء الهجوم الاول والذي انسحبت منه قوات الشرطه بعد الهجوم العنيف الذي ردت به تلك التشكيلات العصابيه. نعم سيدان. نعم. طب ما تفاصيل حادث إطلاق النار على المحافظ؟ كان الوافد المهدي قد قرر أن يشارك في الحملة الأمنية التي كانت لم تكن تهدف لمهاجمة هذا التشكيل بقدر ما كانت تهدف لاستكشاف الموقف بشكل عام. ورغم ذلك قامت القوات الأمنية بالدخول لأقرب نقطة من هذا التشكيل العصابي وتعطلت بعض السيارتين. كان المحافظ في المقدمة فوجئ بعدد من المستكشفين أو العناصر التي تعتبر عيون هذا التشكيل العصابي الذي يقوم بالعمل في ظل حراسة هذه التشكيلات العصابية من أجل سرقة هذه الخطوط التابعة لخط حديد الأقصر الخارجة والذي يتعرض لهذه تلك السرقات منذ أكثر من عام ونصف. وبعد دخول المحافظ فوجئ باطلاق نار كثيف عليه، فاعلن عن نفسه قال ان انا المحافظ وعدد من الناس المرافقين له الحارس الشخصي له ورئيس مركز مدينه الخبزه دفعوا عنه حتى اخذوه مكان بعيدا عن موقع اطلاق النار. وتعاملت قوات الشرطه ولكن لم يتوقعوا هذا الكم الرهيب من الاسلحه الثقيله التي اجبرت قوات الشرطه على التراجع، وهو ما سنح للتشكيل العصابي ان يخترق السودان نظرا لان لبعد تباعد هذه تلك المنازل في تلك القرى. لو كانت متقاربه وكان عدد القناه كبير لكان متوقع فئات القتلى بسبب هذا الاطلاق الشديد من الكثير من النيران. نعم سوزان. نعم شكرا. نعم شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي ماهر ابو نور من محافظه الوادي الجديد. قررت نيابة الأموال العامة إحالة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية وثلاثة موظفين بالمكتبة إلى محكمة الجنح بتهمة الإهمال الذي تسبب في ضياع 37 مليون جنيه من أموال الدولة عبر صرف مرتبات وحوافز لموظفين دون قيامهم بأي عمل. أجلت المحكمة العسكرية القضية المعروفة إعلاميا باسم ضباط 20 نوفمبر والمتهم فيها الرائد أحمد شومان والرائد تامر بدر والنقيب طبيب عمرو متولي إلى جلسة 11 من الشهر المقبل وذلك للنطق بالحكم. وتعود أحداث القضية إلى قيام الضباط الثلاثة بالمشاركة في مظاهرات بميدان التحرير إبان أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر من العام الماضي. قررت محكمة الجنايات بالمنيا تحويل أوراق مندوب الشرطة عامر عبد الظاهر المتهم في قضية إطلاق النار بقطار الصعيد تحويلها إلى مفتي الجمهورية، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم. كان مندوب الشرطة قد أطلق النار داخل القطار أثناء توقفه في مركز صملوط مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين. للمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. نهاية الموجز. إلى اللقاء.